الخامس والعشرون من نوفمبر لم يكن موعداً عادياً أو مجرد اقتراع تشريعي عابر، بل كان جسراً للوصول إلى المغرب الذي يحلم به المغاربة. هذا هو الهاجس الذي جعل سيدة تترشح للانتخابات لتحقيق حلمها في المساهمة ببناء المغرب. وإذا كانت النزاهة تعني التوغل في المسار الديمقراطي، فإنها في حالة اقتراع الخامس والعشرين من نوفمبر احتاجت إلى شهادة المراقبين لتأكيد احترام إرادة الناخبين. فكيف تابعت لجان المراقبة الانتخابات وما هي ملاحظاتها؟ المحققون يأتيكم يوم الأحد عند الأوقات التالية على قناتكم ميدان تي في.